بس السلام عليكم. السلام عليكم. شو كنت عم تعمل اخي؟ عم ناخد مسافة الهدف عنا وبنتقيد نحن بزاوية اللي هي الزاوية المحورية للهاوي. يعني فيك تجيب الهدف 90%؟ بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يعطيك العافية. الله أكبر. فيلق الرحمن يقصف إدارة الدفاع الجوي بقذائف الهاوي 26/1. الله أكبر. الله أكبر. والله الحمد.